ما حدش ينسى البدايات طبعا يا كابتن هاني، خاصة في كرة القدم. بدايات أول يوم اختبار ليك، أول يوم رحت فيه النادي الأهلي وأنت نايم وتستعد لتاني يوم الاختبارات، وكان في تجربة كانت قبل أو بعد الأهلي الترسانة، برضو كانوا حاطين عينهم على الكابتن هاني هو رمزي. طبعا بداياتي عامة يعني هجيب لك من الأول. طبعا أنا من حي عابدين، وأنت عارف إحنا صغيرين بقى الكرة الشراب في الشارع، فيمكن كان والدي بيقلق عليا شوية، فهو جاب لي استمارة اختبارات النادي الأهلي. وبيني وبينك ما كانش عندي، يعني ما كانش عندي طموحات ان انا طبعا أنا كلنا عائله اهلاويه بنتفرج على النادي الاهلي، لكن ما كانش خالص في طموحاتي او حتى بفكر ان انا ابقى لعيب كوره يعني. لكن يمكن الظروف، ويمكن والدي كان شايف ان انا ممكن ابقى حاجه كويسه، وحاول بيعدني شويه عن الشارع، فجاب لي استماره النادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي. كان عمري 11 سنه يعني. دخلت اختبارات النادي الاهلي، طبعا كان ساعتها الله يرحمه كابتن مصطفى حسين طبعا ابو الاشبال طبعا. طبعا، وقعدت فتره طويله اختبارات، كانت انت عارف الاعداد كبيره جدا من زمان. طبعا كل احلام الاولاد الصغيرين ينضموا للنادي الاهلي، فكانت اعداد كبيره جدا. فمريت يعني بحوالي 3 شهور في الاختبارات وتصفيات، لغايه ما كابتن مصطفى حسين دخلت، وكان ساعتها مدرسه الكوره يعني، ما كانش لسه سن يسمح ان انا العب مع قطاع الناشئين. فدخلت النادي الاهلي كان عمري 11 سنه، ويعني الحمد لله يعني من صغري، يمكن انا برضو الناس ما تعرفوش انا كنت بلعب وينج رايت يعني اول ما كنت بلعب. لكن برضو رؤيه فنيه كابتن مصطفى حسين قال لي عايز اجربك في حته تلعب ليبرو. زمان كان بيلعبوا طبعا على الليبرو، وانت عارف دايما قطاع الناشئين الصغيرين ما كناش بنلعب طبعا على ملعب كبير. كان كلها في مساحات صغيره اهو، فيمكن شاف امكانياتي القطع شويه، ان انا ممكن الوقفه بيبقى بشكل افضل كمدافع، ولعبت مدافع بقى بدايه من قطاعات الناشئين. بدات العب بقى كمدافع يعني، وساعات باك يمين ساعات في وسط الملعب، لكن تميزت جدا في مرحله الناشئين. وكان عندنا فاكر الصور دي يا كابتن هاني، سيبك تكمل. طبعا دي يا ريت اخد الصور طبعا. ده كان جيل كبير. قول لي انت انهي واحد؟ اكيد هتشوفني تحت، انا تالت واحد من اليمين قاعد تحت يعني. مظبوط. قاعد تحت. كان جنبي ده ابراهيم حسين، ده كان باك يمين، واللي افتكرهم كان يعني ياسر ابراهيم، ده اول واحد فوق على اليمين واقف. ده كنتوا كام سنه في السنه؟ لا ده كنا صغيرين جدا اعتقد كمان، ده مش فاكر اذا كان ياسر محمدين. ياسر محمدين هو ما بين موجود في قطاع الناشئين، الكابتن ياسر محمدين. كابتن ياسر محمدين اللي هو فوق يعني، رابع واحد من الشمال من فوق. يعني الاشكال طبعا اتغيرت من سنين كتيره، لكن ذكريات حلوه. ده اعتقد ده كنا لسه يعني مرحله 14 سنه 14 سنه 14 15 سنه. دي طبعا في معسكر النادي الاهلي، كان بيعمل معسكرات اعتقد في مرسى مطروح. ده طبعا انا موجود، وحماده يونس وعاطف عبد الهادي وعصام ربيع واحمد رزق. دول احمد رزق اللي على الشمال ازرق، وجنبي عصام ربيع. وعاطف عبد الهادي برضو من اللعيبه اللي كانت مميزه، وطبعا حماده يونس. يمكن شقيق كابتن مصطفى يونس يعني. كان دايما معسكرات الاهلي اللي موجوده طبعا في مرسى مطروح دايما قبل بدايه فتره الاعداد، وكانت دايما مشهوره بالخيم زمان. بالظبط. دي مع منتخب الناشئين اعتقد، كنت كابتن منتخب الناشئين. كان في مباراه وديه اعتقد يعني، لو الصوره تفتح شويه، كان مباراه وديه استاد اسكندريه. ده منتخب الناشئين اعتقد. ده منتخب الناشئين تحت 17 سنه. كنت كابتن الفرقه، وكان في مباراه على استاد اسكندريه. موجود ورا استاد اسكندريه. ذكريات جميله. ما احنا برنامج الاشبال هنجيب لك كل بقى ايه، كل شغلك زمان في الناشئين. جميل جميل. طبعا دي فرحه 89 في مباراه الجزائر، المباراه الشهيره طبعًا. مباراه الجزائر 1-0 اللي وصلنا لكاس العالم يعني. ده هنتكلم طبعا عن كاس العالم، وهنفرد مساحه ليه طبعا يعني. كابتن رمزي كان من اصغر اللاعبين الموجودين في منتخب مصر. طب ايه موضوع الترسانه يعني؟ بعد الكابتن هاني رمزي ما انضم للنادي الاهلي وبدا يدخل قطاع الناشئين، كان في وجهه ثانيه عايز يروح نادي الترسانه؟ مش وجهه ثانيه يعني، في يعني انا بعد يعني الحمد لله كان حتى جيلنا كله كان مسمع في النادي بشكل كويس. وانا من بعد التمرين قابلت واحد فبيقول لي يعني انت لعيب كويس، لكن ما تحطش امال كتيره انك ممكن تلعب في النادي الاهلي او تتصعد للفريق الاول. علشانك مسيحي ومفيش مسيحيين بيلعبوا في النادي الاهلي. انا طبعا صغير ما عنديش الثقافه ديت، يمكن خدت الكلام واستغربته جدا، ويمكن يعني قلت. وانت عارف زمان برضو خلي بالك البيوت المصريه
والاهالي ما كانوش بيحبوا اولادهم يلعبوا في نوادي. يعني كان بيقول لك الكوره دراسه، وكان والدتي كان معترضه شويه على ان انا اروح نادي، طب ودراستك يعني. فلما رحت وبحكي لبابا ووالدتي، فقال لي طب خلاص يعني شوف انت عايز تعمل ايه. فانا قلت خلاص يعني خلينا مركز في دراستي شويه. ويمكن غبت حوالي اسبوع او 10 ايام عن التدريب. كان كابتن انور سلامه كان هو اللي كان ماسكنا في ناشئين تحت 18 سنه. ويعني اتصل، يعني ما كنت عارف ما كان في محمول ولا تليفونات ولا الحاجات دي، ف يعني جالنا البيت وقلت له الموضوع كذا كذا كذا. فقال لي لا طبعا الكلام ده مش موجود، انت شفت حاجه؟ قلت له لا ما شفتش، بس يعني والدتي بتقول اركز في دراستي وبتاع. فقال لي لا انت مؤهلاتك تكون كويس. وفعلا رجعت النادي. وعلى العكس يعني زي دايما ما بقول، يمكن الناس بتقول ان في نوع من انواع التعصب شويه، يمكن في الفترات الاخيره ممكن يكون على المستوى الفردي. يعني خلينا على مستوى الافراد ممكن يكون في بعض المضايقات، لكن على مستوى سياسه نادي او خطوط عريضه مش موجوده طبعا، لكن ممكن يكون موجود على المستوى الفردي ولكن مش سياسه عامه يعني. وخاصه كمان يا كابتن كان ليك تجربه من سنتين داخل قطاع الناشئين. طبعا ثلاث شهور وكنت موجود، وكمان كنت موجود في الاختبارات كمان في قطاع الناشئين. طبعا يا بص الاختبارات شفافه جدا، ويمكن الناس بتقول في، وعايز اوصل بس حاجه للناس عشان بتقول في واسطه في الكوره. ممكن الواسطه مش انك تاخد لعيب ويبقى لعيب في النادي الاهلي، ممكن الواسطه انك بنشوف الولد مره واثنين وثلاثه، لكن امكانياته الفنيه هي اللي بتحكم اكيد. يعني عمر ما واحد هيكون امكانياته لا يصلح يكون موجود في النادي الاهلي او اي نادي ويتم تصعيده على حساب شخص اخر يعني. كنت متواجد مع الكابتن فتحي مبروك طبعا في المرحله اللي قبل تولي المسؤوليه مع منتخب مصر. ويعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي كلنا فخورين بيه، لكن في قصور في بعض النواحي. وكنت دايما حابب انقل تجربتي اللي شفتها بره حتى على مستوى قطاع الناشئين لبلدي يعني. فمع الكلام معاك ان شاء الله نتطرق لبعض النقاط ديت يعني.